حينانة مع الخيل المركبة اللي هو ماري ثمانية. ماري ثمانية say hi. That's nice to show. No, سمت سمت السعادة تخسب الإبريق فيه قائما يقضي عبادة. هذه القصيدة من سنة ابن الخطيب لسندين ذو الوزارتين تقول: لقمت أنا من سامع الدباج، لأن هذا كمثل الدباج الواشي، كل خيط له لون. أنا أراه قد أصبحت بالحسن خالي، تأمل جمالي تستفيد شخالي.